يعطيكم العافية. معكم يزن قطان، طب بشري سنة خامسة. اليوم رح نحكي بمادة الكيمياء عن فقرة مو موجودة عنا بالكتاب، وانه هي هامة كتير امتحانيا، هي فقرة التهجين. رح نحكي عن 3 انواع من التهجين، هن النوع SP3 وSP2 والتهجين من نوع SP. نحنا رح نحكي بالامثلة تبعنا عن ذرة الكربون. نحنا ذرة الكربون تخضع للتهجين، وكثير من الذرات الأخرى تخضع للتهجين، ولكن لأشرح الفقرة تبعي اليوم راح أخذ أنا ذرة الكربون كمثال عندي. أولاً، ذرة الكربون مثل ما بنعرف بالجدول الدوري موجودة بالدور الثاني، معناتها هي عندها طبقتين رئيسيتين، الطبقة الأولى والطبقة الثانية. الطبقة الأولى كان فيها الحجرة الإلكترونية S، والطبقة الثانية فيها حجرتين إلكترونيتين، أو فيها المدارين فرعيين هن S وبي، وهي رسمناهم، رسمنا التوزيع الالكتروني بدلالة الحجرات الالكترونية. أنا بالتهجين راح أحكي عن الربط عن مركبات كيميائية، معناتها أنا لازم أصنع مركبات كيميائية من اتحاد ذرة الكربون مع ذرات أخرى، معناتها أنا فقط راح أتعامل مع الطبقة السطحية، مع الطبقة الثانية، إنه الالكترونات الطبقة السطحية الثانية بترتبط مع الالكترونات من ذرات أخرى. فلذلك انا ما في داعي اكتب هذا السطر الفوقاني، هلا بس انا بتعامل مع الطبقه السطحيه، ورسمت انا الالكترونات بالطبقه السطحيه وهي بالمجموعه الرابعه وعندها 4 الكترونات بالطبقه السطحيه. بدايه، اول قاعده في التهجين هي الاستثاره. تخضع ذره الكربون للاستثاره، اي ان الالكترون ينتقل من مدار طاقته منخفضه الى مدار طاقته اعلى. يعني انا عندي المدار بي طاقته أعلى من المدار S، مثل ما مر معنا بالفصل الثالث. فرح أرسم أنا ذرة الكربون بمرحلة الاستثارة، واللي هي إنه الإلكترون تبعها ينتقل من مدار طاقته منخفضة إلى مدار طاقته أعلى. وهي عنا PX PY PZ وكلياتهم موجودين بالطبقة الثانية، وهي 2S المدار 2S. طيب، هاي ذرة الاستثارة راح ارسمها، راح نستدعي انا بنجمة ذرة الاستثارة. اولا راح اخذ المثال عندي وهو جزيء المتان. جزيء المتان هو عبارة عن ذرة كربون مرتبطة بأربع ذرات من الهيدروجين. معناتها بيجي انا على الشكل تبعي الا ذرة كربون مرتبطة بأربع ذرات من الهيدروجين. اوكي، معناتها بيجي بربط أربع ذرات من الهيدروجين بذرة الكربون. نحن نعرف ان الزاوية بين المدارات PX PY PZ هي 90 درجة على حسب ما مرق بالبحث التالي. عم ندرس انا 3 محاور بالفراغ PX و PY و PZ على الشكل التالي، فيكون الزاوية بيناتهم كلياتهم 90. معناتها انت لازم تقلي ان الزاوية راح تكون بين HCH هون بالمركب حتكون 90 درجة، ولكن العلماء قاسوها وشافوا انه بالأشعة السينية وشافوا انه الزاوية كانت 109.5. طيب، نحن هلا عم نقول انه الزاوية منطقيا لازم تكون 90 درجة، كيف قاسوها بالأشعة السينية وكانت 109.5؟ قال معناتها في شيء عم يصير على ذرة الكربون، في شيء عم يصير على ذرة الكربون لحتى صارت الزاوية 109.5. ومن هنا جاءت فكرة التهجين. أول تهجين راح آخذه أنا من النوع SP3. التهجين من نوع SP3 يعني بإني أنا أمسك مدار S أدمجه مع 3 مدارات من B. عدد المدارات الداخلة في التهجين تساوي عدد المدارات الناتجة عن التهجين. مدار S راح أدمجه مع 3 مدارات من B. دمجت أنا مدار S واحد مع 3 مدارات من B، يعني دمجت 4 مدارات، فإجباري لازم يطلع عندي 4 مدارات أو 4 حجرات إلكترونية. نحن بنقول إذا أنا عندي حليب وثلاث موزات دمجتهم مع بعض شو بده يعطيني؟ حليب وثلاث موزات، حليب وثلاث موزات، حليب وثلاث موزات، حليب وثلاث موزات، بضل اسمه كوكتيل حليب وثلاث موزات. يعني SP3 كمان SP3 هون. هذا هو التهجين من نوع SP3. بنجي نحن لنربط معه كل ذرة الكربون، بدي اربط معه 4 ذرات من الهيدروجين. فاجيت انا ربطت
مع كل حجرة إلكترونية ربطت ذرة الهيدروجين، مع كل حجرة إلكترونية ربطت ذرة الهيدروجين. إذا أجيت قلت لك أنت عندك أربع شغلات بالفراغ بدي اياهم يكونوا أبعد ما يمكن عن بعضهم بالفراغ، فبتقول لك شو الشكل؟ بتقول لي هرم رباعي وجوه. بسأل أي عالم الرياضيات شو زاوية الهرم رباعي الوجوه؟ بيقول لك الزاوية هي عبارة عن 109.5. نحن التنافر إجا حسب نظرية تنافر الأزواج الإلكترونية، فكانت الزاوية بين أربع شغلات أبعد ما يمكن عن بعض بالفراغ 109.5، وكان عندنا الشكل التالي. نحن بنشوف إنه الهيدروجين الزاوية بين الهيدروجين HCH هي الزاوية 109.5، وهو هذا عندي جزيء المتان اللي عم يشكل لي هرم رباعي الوجوه بال 3D. هذا هو عبارة عن تهجين SP3. بعد ما انتهينا من الحديث عن SP3 التهجين نوع SP3 واللي كان مثال CH4، رح نحكي عن تهجين من نوع SP2 واللي المثال تبعه جزيء الإيثان اللي هو عبارة عن C2H4. جزيء الإيثان ذرة الكربون فيه تخضع للتهجين من نوع SP2. شو يعني تهجين من نوع SP2؟ اني انا اعمل اتحاد بين مدار S مع مدارين B، عندي حليب وموستين خليتهم يتحدوا مع بعضهم، شو بده يعطيني كمان؟ حليب وموستين، حليب وموستين، حليب وموستين. عدد المدارات الداخلة في التهجين يساوي عدد المدارات الناتجة عن التهجين. عندي هدول هذا التهجين من نوع SP2، ضل هذا المدار PZ الوحيد اللي قاعد لحاله على الشكل التالي. إذا كان عندي ثلاث مدارات هجينة، الثلاثة فيهم الكترونات سالبة، إذا قلت لك أنا بدي هالثلاث شغلات حطهم بالفراغ يكونوا أبعد ما يمكن عن بعضهم، شو بتقلي الشكل تبعه؟ بتقلي حيكونوا على الشكل التالي. هي عبارة عن ذرة الكربون المركزية. 1 2 3 ثلاث شغلات حيكونوا أبعد ما يمكن عن بعض بالفراغ. إذا قلت لك شو الزاوية تبعهم حتكون؟ بتقلي الزاوية 120، ما هي عبارة عن مثلث، هذول التقاء ل أضلاع المثلث، والزاوية جوا هي عبارة عن 120 درجة. طيب نحن رح نرسم ذرة الكربون المثالة على الشكل التالي. هاي أول حجرة إلكترونية اللي هي عبارة عن SP2، وهون كمان عندي SP2، وأيضا هون كمان عندي SP2. نحن عندنا بجزيء الإتن ذرتين من الكربون، فالأفضل إني أنا أرسم ذرة الكربون بالأخرى اللي هي ذرة الكربون. عندي هي خاضعة لنفس التهجين هو من نوع SP2، هذا أول حجرة إلكترونية SP2، وهي الثانية كمان SP2، وهي الحجرة الإلكترونية الثالثة اللي هي SP2. الزوايا بيناتهم كلها، الزاوية هي كلها هون قديش؟ 120 درجة مثل ما حكينا قبل شوي. نحن لهلا ما جبنا سيرة المدار PZ. نحن بنعرف بالفراغ انه إذا أنت عندك ثلاث شغلات بالفراغ فحيكون الزاوية بيناتهم، فنحن دوما PZ عندي حيكون عمودي. PZ دوما حيكون عمودي، فأنا رح أرسمه على الشكل التالي. مدار PZ عمودي، وهذا أيضا مدار PZ عمودي. هلا رح أجي أربط بين درتين الكربون المهجنين لحتى شكل نفس جزيء الإيثان الموجود عندي فوق. طيب رح أربط بين مدار P معدل مع P معدل، أو P مهجم مع P مهجم بشكل أفقي، فرح يشكلوا لي الرابطة سيجما. رح أربط كمان ذرات الهيدروجين مرتبطة بذرات الكربون بالشكل التالي، ورح يكون عندي هون رح أربط ذرة هيدروجين، ورح هون أربط ذرة هيدروجين أخرى، والرابطة حتكون سيجما. وكمان أيضا على ذرة الكربون الأخرى رح أشتغل نفس الشغل، ورح يكون عندي رابطة سيجما. هلا لا حاليا لا ما حكيت أنا عن المدار PZ. المدار PZ العمودي فيه الكترون دوما عم يتحرك هذا الالكترون، والمدار الاخر بي زد فيه الكترون كمان دوما عم يتحرك، رح يشكل لي معنى، رح يشكل لي خلال الحركه هي غمامتين الكترونيتين من خلال التداخل الجانبي للمدارين بي زد مع بي زد اخر، رح يشكل لي غمامتين الكترونيتين اثنيناتهم بشكل الرابطه باي.
هي الغمامه مع هي الغمامه اثنيناتهم بيشكلوا لي الرابطه باي بسبب تداخل مدارين بي زد بشكل جانبي. نحن عندنا هاد جزيء الاتن بالشكل ثلاثي الابعاد، هي ذره الكربون مرتبطه فيها ذره هيدروجين وذره هيدروجين اخرى، هي ذره كربون مرتبطه فيها ذره هيدروجين وذره هيدروجين اخرى، وهي الرابطه الثنائيه اللي هي عباره عن سيجما والرابطه باي، وهي الزاويه 120 درجه في مركب الاتن. بعد ما انتهينا من حديثنا عن التهجين نوع SP2 وكان مثال الاتن، رح نجي للتهجين من النوع SB. تهجين النوع SB اللي هو مثاله الاستيلين او الايتين، اللي هو عبارة عن C2H2. اذا قلت لك انا تهجين من نوع SB، فانت بتقلي معناتها انت عملت اتحاد بين مدار S مع مدار B، عملت اتحاد بين حليب وموزة، فحيكون انت عندك حينتج عندك مدارين اللي هنا عبارة عن SB و SP آخر. شو بيضل عندك؟ مدار PY واللي فيه الالكترون تبعه، والمدار PZ عمودي اللي ناقشناه سابقا. أنا عندي مدارين مهجنين، بدي أحط هالمدارين المهجنين أبعد ما يمكن عن بعضهم، فحتكون الزاوية بيناتهم 180 درجة. فهلا رح نجي ونشوف شكل جزيء الإيتين. عندنا هان جزيء الإيتين، هي عبارة عن ذرة الكربون، هي ذرة الكربون الأخرى. عندها المدار الإس بي المهجن والمدار إس بي مهجن آخر، اثنيناتهم متحدين مع بعضهم برابطة سيجما، ولديها ذرة الكربون مدار إس بي آخر مهجن متحد مع ذرة الهيدروجين مثل ما احنا شايفين، وذرة الكربون الثانية كمان صاير عليها نفس الشيء ومتحدة مع ذرة الهيدروجين. المدار بي زد اللي ناقشناه سابقا، ليكو هذا المدار بي زد العمودي. تداخل مدارين بي زد جانبيا فشكلوا رابطة باي. ولكن انا كمان عندي المدارين بي واي عم يصير عليهم تداخل بشكل جانبي. هذا التداخل بشكل جانبي شكل لي رابطة باي اخرى. صار عندي رابطتين باي ورابطة سيجما. وهون عندي رابطة سيجما ورابطة سيجما اخرى. وهيك بنكون تعرفنا على ثلاث انواع من التهجين، اللي اولهم التهجين من نوع SP3 واللي كان مثاله جزيء المتان اللي الزاوية 109.5، وثانيهم هن هو التهجين من نوع SP2 اللي مثاله جزيء الإتن والزاوية تبعه 120 درجة، واخرهم تهجين من نوع SB اللي مثال تبعه جزيء الاستيلين والزاوية تبعه 180 درجة. بتمنى تكونوا استفدتوا معنا ويعطيكم العافية.